جرب تشوف، نقدروا نعتبروها واحد تجربه رائعه اللي تجمعني بممثلين متميزين على في اللائحه الفنيه: عزيز داداس، مجدول الادريسي، رفيق بوبكر، ابراهيم خاي، ممثلين من مراكش: عبد اللطيف الشقرا، ماجده ازناق، صيام، واخرون. نقدروا نعتبرها واحد كوميديا اجتماعيه خفيفه الظل، فيها مواقف جميله، ونقدر نعتبروا هذا الفيلم هذا في حد ذاته هو تكريم واحد جيل ذهبي في جيل الثمانينات والتسعينات، وتكريم في حد ذاته الخزانه والكتاب، الكتاب اللي كنا كل مره كانت يمشي تنتبادلوا الكتب في الحومه فين ساكنين. مواقف هزليه مبنيه على واحد السيناريو جميل ديال الصديق بوبكر فهمي. خدينا راحتنا في لابريباراسيون، رفقه المنتج المنفذ العربي التيت وردة فيزيون، وراء هذا العمل واحد الكونترول اللي ديال التلفزه المغربيه اللي الحمد لله وضعوا فيا الثقه بعد الفيلم الاول اللي داز مع التلفزه المغربيه، العنوان ديالو الغادي، وهذه كتجربه ثانيه في المسار ديالي الاخراجي. وشيء جميل باش نخرجوا من هذيك المنطقه ديال كازا، الدار البيضاء، شيء جميل باش نخرجوا من الدار البيضاء والرباط ونجيو لمدينه مراكش، خصوصا المشاهد المغربي غادي يشاهد الفيلم في رمضان. وكيف ما تتشوفوا مراكش عندها مميزات كثيره: طبيعة مختلفة، ديكورات مختلفة، الشميشة ديالها زويونة، الناس ديالهم تيمتازوا بحس الفكاهة، ممثلين حاضرين بقوة، كاينين مجموعة ديال المفاجآت اللي غادي نخلي الجمهور يكتشفها قريبا على الأولى في رمضان إن شاء الله. تنوعد المغاربة هاد الفيلم هذا غادي يضحكوا فيه وغادي يعيشوا معنا فيه مواقف زويونة، وفيلم تيحمل واحد الرسائل جميلة نخلي الجمهور يكتشف فيها: رسائل الشجاعة، المروءة، اللامبالاة، حويجات بدات تتفقد في هذا الزمان، زمان التكنولوجيا، زمان المصلحة الخاصة. تنوعد المغرب والمغاربة باش يشاهدوا فيلم زويون في رمضان إن شاء الله.